طيب هنا بقى ايه الفرق بين السمك والجمبري والانواع الاخرى يعني؟ كل ما زاد الحاجات الكائنات البحريه يعني رقي وكده، يعني مثلا الاستاكوزا مثلا والحاجات دي كلها، ده جمالها. ده كان هو جعان اصلا والله، عشان من اول ما بدانا هو جعان. شكلنا هنطلع نعمل اكل سمك دلوقتي. ده دلاله على ان الرزق هيزيد وقوي قوي كل ما زادت بقى، وكل ما كانت الحاجه غاليه، وانت عارف ان مثلا نوع السمك ده غالي جدا. اعرف ان في يعني حاجه داخل عليها، شغل داخل عليه، هيجي لك منه اموال ملهاش عدد، يعني فظيعه.